بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان والعصر، رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة. اتكلمنا حلقتين عن الأخلاق ودي الحلقة الثالثة. خلي بالكم يا جماعة، احنا بنتكلم عن تحسين أخلاق الإنسان. مش ممكن تحسن أخلاق إنسان من غير ما تعرف هو الإنسان أصلا مكون من إيه. يعني إزاي هتحسن حاجة وانت مش عارف أصلا الحاجة دي شغالة إزاي؟ الإنسان مش حاجة واحدة، الإنسان مكون من خمس حاجات خلقت ربنا، لأنه كائن غير عادي، لأنه بديع خلق الله. فالإنسان مكون من خمس حاجات. إيه الخمس حاجات دول؟ جسد، عقل، نفس، قلب، وروح. الإنسان مش حاجة واحدة، الإنسان الخمس حاجات دول مع بعض. الإنسان مكون من خمس أجزاء. مش ممكن تحسن أخلاقه أو تتعامل معاه صح إلا لما تفهم إزاي تتعامل مع الخمسة دول. وإيه الخمسة دول؟ والخمسة في القرآن، الخمسة القرآن ذكرهم، والناس متلخبطة فيهم، والناس تقولك النفس والقلب والروح، ما كله زي بعضه. لا، مش كله زي بعضه، ده كل واحد له وظيفة، وكل واحد مكون من حاجة. والحلقة دي كلها فكرة جديدة، إزاي تتعامل مع الخمسة مع بعض بتناغم، إزاي تخلي الخمسة شغالين مع بعض، الجسد والعقل والقلب والروح، ازاي يشتغلوا مع بعض. هو خلي بالكم يا جماعه، الخمسه دول ما بين الغرب وما بين الشرق، ما بين بلادنا وما بين الغرب، اخر لخبطه، كله متلخبط. فمثلا تعالوا نمسك في عالمنا الاسلامي، في نظره المتدينين للخمسه دول، في ناس من المسلمين او المتدينين لاغيين ده خالص، لاغيين الجسد، كله حرام، اي حاجه تبع الجسد فيها خوف. يعني الجسد يبقى اكيد في حساسيه كده، حرام، ما تقربش من الجسد. حتى لما تيجي على الصحه، الصحه مش مهمه، وبتبان على اوزاننا وعلى طريقتنا في الحياه. طب ده الجسد. في ناس تانية من المتدينين لغي العقل خالص، المهم ايه؟ المهم الروحانيات، فده ملغي. في نوع ثالث من المتدينين او من المسلمين، التلاتة دول زي بعض، يعني النفس والقلب والروح، هو مش عارف يفرق بين التلاتة، مع ان القرآن مفرق بين التلاتة. لا، هو حاططهم التلاتة على بعض. ده عندنا، شفت اللخبطة؟ طب الغرب، الغرب بقى، الغرب متفوق عننا في التكنولوجيا، ومتفوق عننا في حاجات كتير قوي، بس في الموضوع ده الغرب اخر لخبطة، مسكين فعلا تعبان. ويقول لك الغرب هو اللي علمنا فكرة ما تحكمش بعواطفك، احكم بقلبك بس، مع ان الانسان كائن وجداني قبل ما يكون كائن مادي. الإنسان كائن وجداني، شفتوا؟ الغرب متلخبط وإحنا متلخبطين. طب اللخبطة بين الخمسة دي بتعمل إيه؟ بتعمل مرض. أيوة، مرض. مرض إيه؟ مرض اسمه تعطل الأجهزة، أجهزة الإرسال والاستقبال في البني آدم. الإنسان له عينين وله ودان، لما الخمسة دول ما يشتغلوش أو حد منهم يعطل زي ما هم عطلانين حاليا، يحصل مرض تعطل أجهزة الإرسال والاستقبال في البني آدم. والمرض ده القرآن اتكلم عنه وسماه مرض الغفلة. شوف يقولك إيه القرآن؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وبعدين يقوم قايل لك في آخر الآية إيه؟ أولئك هم الغافلون. تعطل الأجهزة سببه الغفلة. تيجي آية تانية يقول لك إيه؟ طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دايماً مرض كلمة الغفلة في القرآن تيجي مع تعطل الأجهزة. لو عطلت الخمسة دول يحصل مرض. طب ايه بقى الفكرة الجديدة اللي احنا جايبينها عشان نشغل الخمسة دول؟ هي الحقيقة مش فكرة جديدة، هي احياء لفكرة الاسلام الحقيقية. ايه؟ الخمسة لازم يشتغلوا مع بعض. عارف السيمفونية، عارف الاوركسترا، وكله بيشتغل مع بعضه فيطلع لحن جميل، كذلك الانسان. لما الخمسة يشتغلوا مع بعض يحصل ايه؟ انسان رائع. أنا عايزك تجيب ورقة وقلم، هنطلع فصل، تجيب ورقة وقلم وهنبدأ نقول كل واحدة من الخمسة، الجسد، العقل، القلب، النفس، الروح، هو محطوط في إيه، ربنا حاطط فيه إيه، وبيتغذى بإيه. تخيل، أنا عايزك تخيل آخر الحلقة. وخلي بالك، خلي بالك كلامي ده مش نهائي،
كلامي ده فكرة تعالوا نجربها سوا. بس تخيلوا الخمسة بيشتغلوا سوا، ويبقى الإسلام لو عملنا الفكرة دي وتحركت وطلعت تنجح، نقدم للغرب هدية، نقول له أنت غلبان أنت متلخبط، إحنا نقدر نشغل الخمسة سوا مع بعضهم. إزاي يشتغلوا؟ تعالوا نكمل بعض الفصل. منظومة التناغم الإنساني مسمينها كده، منظومة تشغل جسد قلب روح نفس عقل مع بعض، فكرة جديدة بس أصلها هو ديننا، أصلها هو الإسلام. كل واحد من الخمسة دول علشان ما يعطلش، علشان ما تصابش بمرض الغفلة اللي اتكلمنا عنه، كل واحدة من الخمسة لها وعاءها، يعني حاجة بتتحط فيها، ربنا خلقها عشان يتحط فيها حاجة، وبتتغذى بحاجة عشان ما تعطلش، عشان ما تغفلش. ولو شغلت الخمسة يحصل تناغم الإنسان، تبدع بقى، تطلع بني آدم غير عادي. نكتب الخمسة مع بعض. طيب تعالوا نبدأ بالجسد. الجسد بيتحط فيه إيه؟ وعاء لإيه؟ ربنا عامله ليه؟ ده وعاء النشاط والحركة، ده وعاء الحركة والنشاط. بيتغذى بإيه؟ يتغذى بحاجتين. رياضة، لازم تلعب رياضة كل يوم، لازم نص ساعة إن شاء الله ماشي، لازم تروح الجيم إن شاء الله يومين في الأسبوع، إن شاء الله ثلاثة في الأسبوع، لازم تمارس رياضة، وإلا ده يعطل. وعطلته إيه؟ خمول ونوم وكسل، يعطل. طب إيه؟ يتغذى بإيه كمان؟ يتغذى بالعمل، لازم تشتغل من 8 ل 10 ساعات كل يوم. هو وعاء النشاط والحركة، لو ما اشتغلش يتعب يعطل. فاهم الفكرة؟ اكتب عنه، هما نقطتين، رياضة وعمل. عشان كده عمر بن الخطاب يقول لك إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تشغلها بالعمل غفلت، شوف كلمة غفلت، فشغلت بالمعصية. طبعا تبوظ تعطل. طيب يلا ننقل على اللي بعده، العقل. وعاء إيه؟ سهلة دي، الفهم والفكر. يتغذى بإيه؟ يعني محطوط في إيه؟ فهم وفكر. يتغذى بإيه؟ يتغذى بالقراية، لازم تقرأ، لازم على الأقل 25 كتاب في السنة، كتاب كل أسبوعين. كل كتاب بتقراه كأن بيربط رول جديد بيتحفر في دماغك، فكر جديد ده يشتغل، وإلا يغفل. طب وغفلته إيه؟ يعطل. عطلته إيه؟ بلاهة بقى وغباء وسذاجة وبلادة وكده، ويخمل. اوعى تعطله. طب وتاني حاجة يتغذى بيها؟ تفكر. تمشي نص ساعة بتاعة الرياضة وعمال بتتأمل في شيء، في حياتك، في عيلتك، في نفسك، في خلق ربنا، في عظيم خلق الله، في حب الله. تأمل. يبقى بيتغذى بحاجتين، برضو حاجتين، قراءة وتأمل، والتالتة ايه؟ تعلم مستمر، كل يوم تتعلم لك حاجة. ها انت بتعمل دول؟ طب ممكن تبدأ تعملهم؟ طب النفس ايه رأيكم؟ طب النفس وعاء ايه صحيح؟ محطوط فيها ايه؟ ربنا حاطط فيها ايه؟ دي الإرادة. تقوى ولا فجور؟ تختار إيه؟ الإرادة. عايز تبقى تقي ولا فاجر؟ شوف الآية تقول لك إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، الإرادة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. النفس بتاعت الإرادة. طب تتغذى بإيه؟ أقول لك تتغذى بإيه؟ بالمجاهدة. يعني إيه بالمجاهدة؟ قوي. عارف لما بتروح الجيم وتشيل حديد وتقوي العضلات بتحس بألم، مش كده؟ ألم المجاهدة، ألم حرق العضلة. طب وبعد ما بتخلص تمرين لذة. المجاهدة كده، النفس كده. تصدق النفس زي العضلات، النفس قريبة من الجسد في الحتة دي. إيه؟ عايزة مجاهدة. هو ده غداها؟ هو ده غداها. يعني إيه؟ ذنب كبير وقفه، رمضان فرصة. ده هو الصيام أصلا هدفه تربية النفس على المجاهدة، على الإرادة. يبقى شفت الإنسان عبارة عن إيه؟ شفت خلق ربنا؟ شفت إحنا معطلينه إزاي؟ يبقى مجاهدة النفس، ويلا بقى تذوق حلاوة المجاهدة. حلاوة المجاهدة إيه؟ تتنقل من النفس الأمارة بالسوء للنفس اللوامة، اللوامة دي حرارة حرق الخطأ، للنفس المطمئنة، للنفس الراضية المرضية. طول ما أنت بتتحرك مجاهدة، ده غذاء النفس. اوعى تعطلها تفسد، في اخلاقك تبوظ. جسد
العقل نفس. طب الرابعة ايه؟ القلب. لا القلب ده خطير قوي بقى. ده وعاء ايه؟ ها هتقولي الحب. لا اكتر من كده. ده خطير ومحدش فاهمه في الغرب، والغرب تعبان بسبب النقطة دي. القلب ده وعاء الإدراك. يعني ايه الإدراك؟ ياخد المعلومات من العقل ويعديها على الوجدان فيطلع قرار صحيح. واللي يقولك حكم عقلك بس اعرف انه يقول كلام غلط. ده هو شغلة القلب، ياخد المعلومات من العقل، من هنا من العقل، ويعديها على الوجدان تقوم مطلع قرار احلى. لان ما بقتش مصالح بس زي الغرب، بقت مصالح ومبادئ، فالقرار اكيد يبقى احلى. عرفت ليه النبي ام قايل استفتي ايه؟ استفتي قلبك، ما قالكش استفتي عقلك. علشان تاخد العقل 1+1=2، مسلمات ونتائج. لا، القلب خلطة ما بين العقل وما بين الوجدان. يا سلام على الجمال. عرفتوا ليه الآية بتقول لهم قلوب ايه لا يفقهون بها؟ هي القلوب بتفقه عشان بتاخد من العقل وتمشي فتطلع قرار صحيح. طب يتغذى بايه؟ على فكرة عشان كده الستات احيانا يكونوا قراراتهم احسن من الرجالة، بس لما تكون ست عقلة بتشغل عقلها. ليه؟ لانها دايما بتعدي الفكرة على الوجدان، فتلاقي الست طلعت قرار احلى. بس لما تكون عقلة يعني. يبقى ده القلب. طب يتغذى بايه؟ يتغذى بحاجتين. يتغذى بالحب، محتاج حب عشان يعرف يطلع قرار صحيح. حب، يحب الناس ما يكرهش، يبقى كده صافي عشان يعرف ياخد القرار صح. ويتغذى بايه كمان؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تهدى فتاخد قرار صحيح. ايه الحلاوة دي؟ ده الإنسان حاجة جامدة قوي. الغرب مسكين ليه؟ الغرب مسكين لأنه مش عارف يربط ما بين القلب وما بين العقل. الغرب مشكلته أنه بيقولك العقل ملوش دعوة بالقلب. بس هو حيران دلوقتي. في فيلم اسمه انترستيلر. انترستيلر دون فيلم طلع في الغرب بيحكي أن البطل والبطلة الأرض الكوكب الأرض هيحصل فيه مشكلة، فلازم يروحوا الكوكب تاني، مش عارفين يروحوا لأنه كوكب، متلخبطين وحيرانين، بتجيلهم معلومات مختلفة، العقل مش عارف ياخد قرار لأن المعلومات مشوشة. فالبطلة بتقول بص رسالة الفيلم، أنا مش قادر أحكم بعقلي لوحده، أنا محتاجة أحكم بوجداني. رسالة الفيلم العقل لوحده ما يكفيش، محتاج الوجدان. الإنسان كائن وجداني قبل ما يكون كائن مادي. أنا قلت أربعة لغاية دلوقتي، لسه الروح. تعالوا نكمل بعد الفاصل. الإنسان مكون من 5 أجزاء، جسد ونفس وروح وعقل وقلب. اتكلمنا على 4، فاضل الروح. الروح ايه؟ الروح دي قبس من نور الله. الروح دي وعاء ايه؟ محطوط فيها ايه؟ دي وعاء الصلة بالله. طب وغذائها ايه؟ غذائها ارسال الروح الى الله. ابعت روحك. عارف لما بتبعت رسالة تقعد تبص كده تتأكد انها وصلت؟ ابعت روحك. ازاي ابعتها؟ تركيز. وانت بتصلي وانت ساجد ابعت روحك كده، وانت في السجود اتأكد انها راحت الى الله. عارف لما بتتأكد ان الرسالة عملت ديليفر ووصلت، هي بتبقى لحظات ارسال الروح. هو ده غذائها؟ هو ده غذائها. اعظم غذائها انك توصلها بالله. ابعتها، ابعتها بسجدة، ابعتها وانت سايق عربيتك وركز في دقائق مع الله، ابعتها وانت قاعد في بيتك وغمض عينيك وتأكد وكلم ربنا وناجيه. ده غذائها؟ ده غذائها. انت مكون من 5 أجزاء. ايه رأيك؟ تيجي نراجعهم بسرعة؟ طيب تاني، الجسد. الجسد وعاء ايه؟ الجسد وعاء النشاط والحركة، يتغذى بايه؟ رياضة وعمل. طيب العقل، العقل وعاء ايه؟ الفهم والتفكر، يتغذى بايه؟ يتغذى بالقراءة، ويتغذى بالتفكر، ويتغذى بالتعلم المستمر. طيب النفس وعاء ايه؟ وعاء الإرادة، تتغذى بايه؟ تتغذى بالمجاهدة، تجاهدها في حاجة كبيرة توقفها، ذنب معين توقفه، خطأ كبير توقفه فترجع
تحس بالمجاهدة. القلب وعاء إيه؟ ده وعاء خطير، ده وعاء خلطة المعلومات والفكر مع الوجدان والقلب، يطلع قرار صحيح. يتغذى بإيه؟ يتغذى بالحب، حب الناس وعدم الكراهية، ويتغذى بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الروح وعاء إيه؟ الروح وعاء الصلة بالله. وتتغذى بإيه؟ أرسل روحك لله. تخيل بقى الخمسة بيشتغلوا مع بعض. ايه رايك تجرب في رمضان الحكايه دي؟ تيجي تصوم السنه دي كده بتغذي الخمسه، وكل يوم تتاكد ايوه عملنا الروح، عملنا الجسد، عملنا النفس. انت عارف انت هتطلع ايه؟ هتطلع عبقري. لا هتطلع رائع. يعني جرب. انا جربت، انا عشت بالحكايه دي فتره علشان اشوف بتعمل ايه في النفس. تخيلوا يا جماعه لو شبابنا عملوا الحكايه دي. طب اقول لكم حاجه اكتر، تخيلوا لو 100 شاب بعد رمضان قالوا احنا مستعدين نجرب على نفسنا هيحصل ايه في انتاجيتنا في العمل وفي حياتنا الشخصيه وفي سعادتنا لو عشنا بالخمسه دول متناغمين مع بعض. وقمنا رايحين لمركز ابحاث عالمي وقلنا له الخمس الشباب دول ال100 دول بيعملوا كده، وطلعنا منتج عالمي ازاي الانسان يبقى سعيد اكتر ويبقى رحمه للعالمين. يبقى ساعتها فعلا رحمه للعالمين، قدمنا منتج للعالمين. ايه رايكم؟ الخمسة لازم يشتغلوا مع بعض. لو عطلت واحدة، لو شلت اتنين تعطل كلك. لازم الخمسة يشتغلوا، لازم تخزي الخمسة. لو ما اشتغلتش لكن مهتم بالروح لسه عطلان، التناغم مش موجود. منظومة أنا سميتها التناغم الإنساني، بيشتغل سيمفونية مع بعضه. كلامي مش نهائي، كلامي فكرة، فكرة جديدة بس جاي من ديننا ومن إيماننا، محتاجة تتجرب، ومحتاجه شباب يجربوه على نفسهم في رمضان وبعد رمضان. وانا مكمل في الفكره دي بعد رمضان، ومحتاجين نبعتها للعالم ونقدم خير للعالمين، رحمه للعالمين، ويبقى ديننا انساني قوي بيخدم العالمين، مش زي ما الملحدين بيقولوا ده غير انساني. شفت الانسانيه هيساعد البشريه. ايه المطلوب؟ تعالوا بقى نقعد نقيم الفكره دي ونجربها. انا معاكم الليله دي على صفحتي على الفيسبوك وعلى تويتر على هاشتاج تجديد عشان ننقد الفكره دي ونطلع فيها ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، وعلى ابلكيشن تجديد. اشوفكم على خير بكره، والسلام عليكم ورحمه الله. عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر؟ ادخلوا على قناتي على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب لقناه عمرو خالد على اليوتيوب وشوفوا فيديوهات اكتر.